قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله جل وعلا كما قال الشيخ أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نقوله وما نسمعه في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يكون معينا لنا على الوصول إلى دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، موضوع الذي يحب أن نتذاكر نحن وإياكم إياه موضوع في الحقيقة سبب قلقا لدى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، كان حاضرا في أذهان الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وفي أتباع الأنبياء كذلك، فكان هذا الموضوع يدور في أذهانهم ويذكرون به أتباعهم، ألا وهو موضوع الثبات على دين الله. الثبات على دين الله حتى الممات كان أمرا حاضرا في تربية الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام لأنفسهم وفي تربيتهم لأتباعهم. فهذا إبراهيم الخليل، خليل الرحمن جل وعلا، يقول كما في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. ثم ماذا قال؟ لا، هذه وارزق أهله في سورة البقرة. في سورة إبراهيم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل تتخيل هذه الآية؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من الذي قال هذا الكلام؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. خمسة اختصهم الله باسم أولو العزم. ولما أمر الله نبيه بالصبر قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهو على رأس الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم خير الخلق أن يصبر مثل صبره. الله قال عن إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، أكمل الدين. الله قال عنه: إن إبراهيم كان أمة، لوحده أمة. قال الله عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هاجر من الشام وذهب إلى مصر ثم جاء إلى الأرض المباركة مكة المكرمة، ثم لما أمره الله جل وعلا أن يبني البيت، قبل أن يبني البيت ترك أمنا هاجر عليها الصلاة والسلام رضي الله عنها وإسماعيل لوحدهما، رضيع تركه مع أمه، ثم أدبر. فنادته أم إسماعيل: يا إبراهيم، أين تتركنا ولا أنيس ولا ماء؟ لا أنيس ولا ماء، أرض مهلكة بواد غير ذي زرع. فلم يرد عليها، فظنت أنه لم يسمعها، فأعادت عليه مرة أخرى وقالت: يا إبراهيم، أين تتركنا ولا أنيس ولا ماء؟ فلم يرد عليها. فماذا قالت المرأة المؤمنة؟ قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام وجعلها جذاذا، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ألقي في النار فأمرها الله أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم.
بعد كل هذا يقول إبراهيم مجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعد كل هذا الكمال الإيماني البشري الذي وصل إليه عليه الصلاة والسلام حتى مدحه ربه وقال وإبراهيم الذي وفى، يخاف على نفسه وعلى بنيه أن يعبد الأصنام. إذن المسألة تحتاج، إذا كان هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طيب ما بالك بنا نحن؟ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يدعو في سجوده كما تعرفون، وهو دعاء ينبغي أن نواظب عليه وأن نلتزم به. ماذا كان يقول؟ أيوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم، وهو في سجوده، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية أنه قال يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلبي إلى طاعتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصرف قلبي إلى طاعتك، لأن القلب سريع، سريع الذهاب والروغان يمينا وشمالا. ومع هذا ماذا يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع، وأنا أول مشفع، له كرامات لم تحصل لأحد من الخلق وفضائل عليه الصلاة والسلام. مع ذلك يقول الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. رغم كل هذه العبادة التي يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم والتضرع، يقول الله صاحب الأمر والذي بيده القلوب هو الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن المثبت الذي بيده القلوب هو الله سبحانه وتعالى، فالله يربي أنبياءه على دوام التعلق به سبحانه وتعالى، وأن المثبت الحقيقي الذي بيده الأمر هو الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واصطفاء الله لهم واختيار الله لهم ليس كافيا، بل يجب دائما أن تكون قلوبهم خائفة من الزوغان والانحراف، مع أن الله قد عصم الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. لا يمكن أن يقع من الأنبياء زيغ وانحراف عن الدين فيترك الدين، هذا لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يختار الله لنبوته إلا خير خلقه ويعصمهم من الخطأ والزلل. إذن هذا الموضوع ما دام الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء خافوا منه، فنحن أيضا يجب دائما أن يكون هذا المعنى حاضرا، لا ننام ونأمن ونظن أننا قد حجز مقعدنا من الجنة، لا لا، نحن بحاجة إلى أن نخاف. هذا أبو بكر رضي الله عنه الذي لو وزن إيمانه بميزان بإيمان الأمة لرجح بهم. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول وددت أني كنت طيرا في شجرة أو نحو هذا القول، وأني لا أحاسب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم قال وددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة والزبير بن العوام في الجنة. هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة العشرة هم أشد الصحابة خوفا، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لكنهم يخافون. إذن خوف الزوغان هذا أمر يجب أن يستحضره المؤمن، لأن خوفه هذا مثل الوقود يدفعه إلى اليقظة الدائمة، يدفعه إلى اقتناص الحسنات، يدفعه إلى البعد عن السيئات، لا سيما في مثل هذه الأزمنة. هذه الأزمنة الحقيقة مخيفة، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بادروا بالأعمال، بادروا أسرعوا،
أي مجال تجد فيه فرصة لأن تعمل حسنة وإن كانت يسيرة افعلها، لا تستقل شيئا من الحسنات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث والله يا إخوة عظيم عظيم جدا، وحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يخاطبنا كلنا كلنا كل واحد باسمه، قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ربي سيكلمني وسيكلمك وسيكلمك وأنت وأنت كلنا، ليس بينه وبين الله ترجمان، ما في أحد يترجم، مباشرة يسألك ربك. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، الأعمال التي قدمت ستنظر إليها، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة. ولهذا بادروا بالأعمال، أي حسنة تشاهدها اقتنصها سابق، هذا يبني في رصيدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هذا في آخر الزمان، في زماننا هذا، كقطع الليل المظلم سوداء، فتن سوداء، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. إذا هذه الفتن تحتاج منا التي نراها صباح مساء، نرى تغير يعيشه الغرب والشرق، ونعيشه نحن، ونحن لا علاقة لنا بتغير الغرب والشرق، نحن يهمنا أن ننجو، أن ننجو بأنفسنا. فالتغيرات الأخرى هذه لها ظروفها، لكن نحن يجب أن لا ننجرف فنتغير، فيبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، مع أن أثمن وأغلى ما نمتلك هو الدين. كل شيء وكل شيء فإن الله يجبره، كل شيء يجبره الله، ولد يأتي الله لك بولد، مال يأتي الله لك بمال، مرض يصحك الله سبحانه وتعالى، هم وغم يبدله الله، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه، أما الدين فهو أثمن ما نعتني به. هذا الأمر يا إخوة يستلزم منا ألا نكون ممن يعبد الله على حرف، على جانب، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه مراحل تكون الجنين، نطفة ماء، ثم يكون علقة قطعة دم متجمد، ثم يكون مضغة بمقدار قطعة لحم بمقدار ما يمضغه الماضغ، ثم يرسل إليه الملك، هذا ملك خاص موكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر المخيف، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، عمل كل شيء واقترب من دخول الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، آخر شيء يزل ثم يخرج ويدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يختم لنا بخير. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنه آمن ودخل الإيمان في قلبه ثم دخل المعركة ثم قتل، فأدخله الله الجنة ولم يسجد لله سجدة، عمل بعمل أهل النار، كان على الشرك،
حتى إذا كان بينه وبين بلوغ النار ذراع سبق عليه الكتاب وأنعم الله عليه وتفضل الله عليه ومن الله عليه ودخل الإيمان في قلبه فدخل المعركة وقتل فدخل الجنة. وأيضا الحقيقة من الأحاديث التي تجعلنا يعني المؤمن يسير في الدنيا على جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، يخاف ويرجو حتى يسلم طبعا، والقائد أمامه المحبة، محبة الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث حينما تلاه أبو هريرة على معاوية بن أبي سفيان وكان أميرا على الشام في ذلك الوقت، غشي عليه خوفا من هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة. الحقيقة حينما تسمع أول هذا الحديث تقول ربما أن أول من تسعر بهم النار عابد الوثن، قاطع الرحم، العاق لوالديه، المرابي. لا، قال: قارئ وجواد ومجاهد. القارئ يعني العالم، فأما القارئ فيأتي به الله سبحانه وتعالى أمام الخلائق ويقول: يا عبدي ألم أنعم عليك؟ ألم أهديك؟ قال: بلى يا رب. يعدد الله النعم عليه. قال: ما عملت بالنعم التي أعطيتك؟ قال: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، ليقال، ليمدحك الناس وينظر إليك الناس بإعجاب. ثم يؤمر به فيسحب إلى نار جهنم، ثم يؤتى بالجواد المنفق فيعدد الله عليه الله النعم: ألم أهدك؟ ألم أعطك؟ ألم أغنيك؟ ألم. هو يقر ويعترف ويقول: بلى يا ربي، بلى يا ربي، ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من مجال ينفق فيه إلا وأنفقت. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، ثم يؤتى بالشجاع الجريء المجاهد فيسأله ربه وهو أعلم به، يعدد عليه نعمه: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما قاتلت ليقال مجاهد جريء. يا إخوة، هؤلاء، هذا عالم وهذا منفق وهذا مجاهد، ومع ذلك اختلفت الأمور، تغيرت. فنحن بحاجة دائما إلى أن نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن يتقبل منا. طيب، كيف، ما هي العوامل التي تثبتنا على هذا الطريق؟ أنا سأذكر بعض العوامل ونتعاون وإياكم فيها. الأمر الأول المهم الحقيقة: التوكل على الله والاستعانة بالله. مبدأ الأمر ومنتهاه التوكل على الله والاستعانة بالله. أنت لا تعتمد على حولك، وأن لك برنامج، وأن لك إخوة تذهب معهم، أو أنك تأتي إلى المسجد، أو أنك تقرأ. قبل كل هذه الوسائل، قبل كل هذه الوسائل، التوكل على الله والاستعانة بالله. أن تضع قلبك بين يدي الله وتقول: يا الله، إن لم تثبتني لن أثبت مهما عملت. نحن في الغالب يا إخوة ماذا نفعل؟ نفعل الوسائل، فإذا عجزنا قلنا: يا رب ليس لنا إلا أنت. يعني مثلا كلنا أو بعضنا يعني عنده أولاد، يحاول أن يربي أولاده ويحرص عليهم، فإذا رأى تمردا من أولاده يحاول أن يصلحه بالوسائل المادية، فإذا عجز قال: يا رب توكلت عليك في أولادي. لا لا لا، ليس هذا التوكل. قبل أن تبدأ توكل على الله في إصلاح قلبك، وفي إصلاح زوجك، وفي إصلاح ذريتك، لأن الله هو الذي بيده الأمر كله. ولهذا أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وأعظم آية في الفاتحة هي قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. لن نستطيع أن نعبد إلا إذا استعنا بالله. فالأمر مبدأه ومنتهاه
الاستعانة بالله تبارك وتعالى. استعن بالله في كل حاجة من حوائجك الصغيرة والكبيرة، قبل أن تبدأ بالوسائل المادية، قبل أن تبدأ بالأسباب، الأمر كله لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله. يخاطب من؟ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغريب يا إخوة أنه الآيات التي جاء فيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر أكثر من 21 أمر مباشر في القرآن، مباشر. طبعا ذكر الصبر في القرآن كم مرة؟ أكثر من 90 مرة ذكر الصبر، لكن الصبر المباشر، الأمر المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 21 مرة. هنا يقول الله واصبر، لكن وما صبرك إلا بالله. الباء هذه تسمى باء الاستعانة. لن تستطيع أن تصبر إلا إذا استعنت، إلا إذا استعنت بالله. والله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا كان الله حسبنا، ما معنى الحسب؟ الكافي. إذا كان الله يكفيك، هل يستطيع أحد أن يضلك أو يزيغك أو يسبب لك الانحراف؟ لا يستطيع أحد. ولهذا إذا قلت حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، جعلت الله سبحانه وتعالى هو حسبك، هو كافيك، لن يستطيع أحد أن يضرك أو يؤذيك أو يزيغ قلبك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة جنها وإنسها أولها وآخرها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمعت الحكومات شرقها وغربها وهيئاتها ومنظماتها تريد أن تضرك أنت أيها العبد الفرد المسكين، لا تستطيع إلا إذا أراد الله. فأنت تذهب إلى صاحب القوة والعظمة والجبروت والملكوت وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ولهذا نحن الحقيقة التوكل غالبا ماذا يعني نفهم التوكل فهما قاصرا، نفهم التوكل أنه فقط في طلب الرزق. لا لا، التوكل ليس في طلب الرزق فقط، التوكل في صلاح النفس، التوكل في صلاح الولد، التوكل في صلاح الخلق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كله توكل. وأما التوكل في طلب الطعام فهذا نشترك فيه مع الطير. الطير لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الطير وهي الطير تخرج تطير لا تدري أين تذهب، خماصا جائعة تروح في أول، تغدو في أول النهار ثم ترجع في آخر النهار ممتلئة بطونها. وهذا حتى قطاع الطرق السراق الذين يرتكبون الجرائم عندهم نوع توكل، هذا توكل فطري، وهو أنه يرجو السلامة. ولهذا يرتكبون الأهوال أحيانا، يرتكبون الأهوال والمخاوف. ولهذا نتميز عنهم بأن توكلنا يوم مختلف، توكل نابع عن إيمان وتوكل شامل لكل شؤون الحياة. هذا أمر. الأمر الثاني الذي يعين على الثبات استشعار منة الله تبارك وتعالى عليك، أن تستشعر منة الله تبارك وتعالى عليك. دائما استشعر أنك على الحق المبين، أنت على الحق. هذا الأمر يدعوك إلى الثبات عليه. ولهذا يقول الله لنبيه فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فاصبر إن وعد الله حق. دائما هذه المعاني. ولهذا يا إخوة كم عدد سكان الأرض الآن؟ كم عددهم؟ ما أدري والله كم، 7 مليارات. طيب كم عدد المسلمين منهم؟ مليار. طيب 1.2 مليار هؤلاء كلهم فعلا مسلمون؟ لا، هناك طوائف تنتسب إلى الإسلام وهي ليست مسلمة، القاديانية البهائية، هذه أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن ليست مسلمة، لكنها معدودة من ضمن هذا المليار 1.2 مليار أو أكثر. كم عدد
المسلمون حقا منهم أخرج نسبة. طيب عدد الذين يؤدون الفرائض يصلون ويصومون كم عددهم؟ ستقل النسبة. عدد الذين يواظبون على الصلوات في المساجد ويقرؤون القرآن ستقل النسبة، فأنت من هذه النسبة القليلة، أنت وفقك الله، امتن الله عليك فجعلك من هذه النسبة، ليس بكدك ولا بجهدك ولا بعقلك ولا بذكائك، لا لا، اصطفاء ومنه واختيار من الله وحده محض تام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدائما مما يعيننا على الثبات على هذا الصراط المستقيم الحق المبين أن نستشعر منة الله تبارك وتعالى علينا. ولهذا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس هذا المعنى في نفوس أصحابه في غزوة حنين. في غزوة حنين حصل للمسلمين غنائم كثيرة من قبيلة ثقيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع كثيرا من الإبل التي غنموها إلى بعض أعيان القبائل لتأليف قلوبهم للإسلام، فأعطى عيينة بن حصن الفزاري وأعطى غيره، ولم يعطي المهاجرين والأنصار شيئا كثيرا، فكأنهم الأنصار لم يعطي الأنصار، فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم شيئا، يعني نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلنا، ثم لما جاء الغنائم أعطاها لهؤلاء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأنصار من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم ولم يجمع معهم غيرهم. قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ فسكت الأنصار رضي الله عنه. قال: لو شئتم لقلتم، ألم أكن طريدا فآويتموني؟ ألم يخرجني قومي فتستضيفونني، أو كما قالوا؟ وكل ذلك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يقولون: الله ورسوله أمن، المنة له ليست لنا. ثم عدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم تستطيعون أن تقولوا أني فقير فأغناني الله وأني، ثم قال: يا معشر الأنصار، هذا التربية على الاصطفاء واستشعار منة الله تبارك وتعالى، يا معشر الأنصار، ألا ترضوا أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى مدينتكم ورحالكم؟ يا معشر الأنصار، الناس شعار، هذا اللباس الخارجي، والأنصار دثار، يعني اللباس الداخلي، يعني أنتم أقرب الناس إلي وأحب الناس إلي. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فضج الأنصار رضي الله تعالى عنهم يبكون حينما أشعرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنة الله تبارك وتعالى عليهم. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولهذا من أعظم المثبتات على الدين أن يستشعر العبد منة الله تبارك وتعالى عليك. أنتم تشاهدون من يعيش حولكم مساكين، مساكين يذهبون ويأتون لكن يفتقدون أعظم نعمة، وهي نعمة هذا الدين. المثبت الثالث، تعبتم نتوقف؟ طيب، المثبت الثالث: المداومة على العمل الصالح. المداومة على العمل الصالح من أهم الأشياء في سياسة النفس وعلاج النفس، أن تداوم. ليس بالضرورة أن تصلي في اليوم 11 ركعة، إن حصل خير، لكن ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن تقرأ 5 أجزاء يوميا من القرآن، ليس بالضرورة أن تصوم كل 2 وخميس و 3 أيام من كل شهر، لكن من الضروري لصلاح قلبك وثباتك على دين الله أن يكون لك حزب ورد من العمل الصالح. الوتر لو ركعة واحدة، ركعة واحدة في اليوم في الليلة، لا تتركها.
في النهار ركعتي الضحى لا تتركها، أذكار الصباح وأذكار المساء لا تتنازل عنها، الأذكار التي تقال بعد الصلوات لا تتركها، القرآن ولو أن تقرأ وجها واحدا فقط من القرآن لا تتركه، لكن من الأهم أن تداوم على العمل الصالح. قال الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني من الأعمال، ما هي تكملة الآية؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أشد التثبيت أن يسبقه عمل صالح، تستمر على العمل الصالح وإن كان قليلا. ولهذا أحب العمل إلى الله، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر في أول أمره وهو من شباب الصحابة رضي الله عنه يقوم الليل ثم تركه، فقال النبي، هذه رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فبدأ رجع مرة أخرى إلى المداومة على العمل الصالح. المداومة على العمل الصالح الحقيقة يعني وإن كانت قليلة هي مهمة في صلاح القلب، وهي تزاحم الذنب والمعصية. هذا الذنب والمعصية يعني نحن سنبتلى به، ابتلينا به وسنبتلي به إلى أن نموت، هذا قدر كتبه الله علينا، نغفل نسقط ثم نقوم مرة أخرى. فالمداومة على العمل الصالح تزاحم، لأن القلب محدود، لأن الكلام كله على القلب، القلب محدود، فكلما عملت عملا صالحا زاحم العمل السيء. أيضا المثبت الرابع أن يكون استحضار وتذكر اليوم الآخر والجنة دائما في أذهاننا، دائما نفكر فيها. ولهذا لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف من أشق المواقف على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحابه في مكة يعذبون أمامه، بل وبعضهم يقتل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدهم وهم من أحب الناس إليه ولا يستطيع أن يصنع لهم شيئا، لأن الله أمره بالكف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فهم في مكة مأمورون أن لا يجابهوا المشركين، ولو جابه المشركين لأبادهم المشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاهد هذه الأسرة العائلة المؤمنة، ياسر وسمية زوجته سمية، يعذبان أمامه صلى الله عليه وسلم، فيمر عليهم صلى الله عليه وسلم فيقول لهم ماذا؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم ماذا؟ الجنة. فتذكر اليوم الآخر من أعظم ما يثبت المرء على دينه. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب والحرير على الرجال قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، روحة أو غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. مواضع كثيرة جدا، فالجنة واليوم الآخر حاضر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الوقود الذي أعانهم على الثبات. أيضا المثبت الخامس الدعاء وكثرة الدعاء والإلحاح بالدعاء والتمسك بهذا العلاج النبوي في الدعاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلبي إلى طاعتك. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس دعاء، وكان من ضمنه أن قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ويبحث الإنسان عن الأوقات الفاضلة، يبحث الإنسان عن الأوقات الفاضلة التي يرجى فيها إجابة الدعاء. طيب أنا لا أريد أن أطيل، سأنتقل إلى المثبت السادس وهو التحصن بالأذكار. التحصن بالأذكار، الذكر حصن حصين، ذكرت لكم سابقا
حديث الذي أوحى الله به إلى يحيى بن زكريا أن بلغ به بني إسرائيل، فكأنه تأخر، فقال له عيسى بن مريم: لتبلغن ما أمرك الله به أو لأصرخن بها في بني إسرائيل لأعلمنهم. فخاف يحيى عليه الصلاة والسلام، قال: إن فعلت عذبني الله عذابا شديدا، أو كما قال. فجمع بني إسرائيل وأمرهم بالخمس كلمات التي أمرهم الله بها، وكان من ضمنها قال: وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذكر الله كمثل رجل طلبه عدوه يركض خلفه، فالتجأ إلى حصن فأغلق دونه فلم يخلص إليه، حمأه الله جل وعلا. هذا الحصن ما هو؟ ذكر الله تبارك وتعالى. أيضا أن يكون لك ورد من القرآن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم ما يسمى بتحزيب القرآن. تحزيب القرآن أن يكون لكل إنسان منهم جزء معين من القرآن. غالبهم، غالب الصحابة، كان يختم في كل خمس، بعضهم كان يختم في سبع، بعضهم كان يختم في عشر، بعضهم كان يختم في ثلاث، وبعضهم كان يختم في 40 يوما، فهم مختلفون. الحاصل أنه أيا كان يجب أن يكون لك ورد من القرآن. السابع من المثبتات: اختيار البيئة المثبتة، الأصدقاء المثبتين. نحن في عصر أيضا هذا الهاتف، في عصر الهاتف المتنقل هذا، أنت إذا كنت تتابع في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك ولا تويتر ولا غيرها، لا تتابع إلا من يعينك على الثبات. لا تجلس، يعني الآن انفتحت الدنيا وأصبح كل أحد يتكلم في العلم ويقول هذا حلال وهذا حرام، أنت لا تتابع إلا أناس تثق بدينه وعلمه، أناس يعينونك على الثبات. لا تتابع وتقرأ وتشاهد إلا من يعينك. الذي يجعلك تتنازل ويجعلك تتساهل ويجعلك تترك ويضعفك عن أداء العبادات، احرص ألا تجلس معه، احرص على ألا تتابعه، احرص على ألا تشاهده، وهو لن ينفعك يوم القيامة، لن ينفعك أحد، ستكون لوحدك. ولهذا دائما احرص أن تكون لك بيئة تشجعك تحفزك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نحن في الحقيقة مثل يعني معرضون للهجوم. الذئب هذا الشيطان يبحث عن الإنسان الذي لوحده منعزل، أما إذا وجد الأخ ملتزما مستقيما مع إخوانه، له جماعة في المسجد وإخوة في المسجد، يجتمعون يحفظون القرآن، يتعلمون العلم، يجلسون مجالس الذكر، تكون أقوى في مواجهة الشيطان. أما إذا انعزلت لوحدك أو أخذت رفقة سيئة، فإن إغواءك وإضلالك يكون أسهل على الشيطان. أيضا المثبت الثامن: الصبر. الصبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. قلت لكم الصبر ورد في القرآن كم مرة؟ 90 مرة. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم 90 مرة، ذكر أمر الله بالصبر ونهى عن ضده، وذكر جزاء الصابرين، وذكر عقوبة من لم يصبر، وذكر نماذج من الصابرين من الأنبياء وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا بقوله: فاصبر أو واصبر، أكثر من 21 مرة، والله جل وعلا يأمر نبيه بالصبر. والحقيقة أن هناك بشارة لنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من وراء، يخاطب الصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل القبض على الجمر، للعامل فيه في هذه الأيام منهم أجر 50 رجلا يكون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: لا، أجر 50 منكم.
الذي يصبر في هذه الأيام وأيام الفتن والتغير والانحراف يعطيه الله سبحانه وتعالى مثل أجر 50 من القرن الأول. وهذا الحقيقة بشارة تدعونا إلى أن نستقيم على طاعة الله وأن نصبر أنفسنا. نقع؟ نعم. نتعثر؟ نعم. نسقط؟ نعم. لكننا يجب أن نقوم مرة أخرى وننهض ونثبت ونصبر على ديننا، لعل الله جل وعلا يختم لنا ونحن على الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه أنه كان يقول: اللهم احفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام، احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، حتى كل أحوالنا نكون هذا الهم موجودا عندنا. أختم يا إخوة، وأنا أطلت عليكم، أختم بنماذج من الصبر سأختارها من أكثر أمة وردت قصتها، وهي أمة بني إسرائيل. امرأة فرعون ضربها الله مثالا للمؤمنين، سمرها فرعون بالأوتاد بيديها وقدميها، وكان يريدها على الكفر. فماذا قالت؟ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. شوف، هي ما قالت رب ابن لي بيتا عندك، قالت رب ابن لي عندك، صححوا لي، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فهي اختارت الجار وهو الله سبحانه وتعالى قبل أن تختار البيت. حاول فرعون، حاول، لكنها ثبتت حتى قتلها عليه لعنة الله. أيضا ماشطت أبناء فرعون، تمشط الأولاد، فكانت تمشط أحد أولادها، أولاده، أولاد فرعون، أو بنته، فسقط المشط، فقالت الماشطة: بسم الله، وكانت تخفي إيمانها. قالت هذه البنت: أبي الله، أبي فرعون. قالت: لا، ربي ورب أبيك هو الله. قالت: لأرفع عنك إلى أبي، لأخبرن أبي. فذهبت بها إلى، أخبرت والدها هذا الفرعون الجبار، فأتى بها وبأولادها، وأوقد قدرا من نحاس عظيم وجعله يغلي من الماء، وجاء بأولادها. قال: ترجعين عما تقولين؟ أبت. فأخذ أولادها فكان يلقي بهم واحدا واحدا، لعله، وكان إذا ألقى واحد ذاب لحمه فصار عظما وهي تشاهدهم. أخذهم واحدا واحدا يرجو أن تترك دينها، فأبت وثبتت على دينها. فلما بقي غلام في يدها قالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ ظن أنها ستتراجع. قال: أن تجعلني وبني في قبر واحد. فقال: ذاك لك علينا من الحق. قال: يعني سننفذ هذا الأمر. فأخذها وألقاها في هذا البئر، في هذا القدر، حتى ماتت. سحرت فرعون، جاءوا طمعا في الدنيا وأرادوا القرب من فرعون حينما واجهوا موسى عليه الصلاة والسلام. فما هو إن رأوا ما أتى به موسى حتى علموا أنه من عند الله وليس من عند الناس، فآمنوا وأعلنوا إيمانهم. فأتى إليهم فرعون، قال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. ثم صلبهم في جذوع النخل على أن يتركوا دينهم. فماذا قالوا؟ هذا أيضا مناسب الحقيقة أن نقوله، لأنه من أجمل الأدعية التي يقولها، من أجمل الأدعية التي يقولها الإنسان إذا ابتلي وحس أنه يعيش في جو فتن. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، ما هو ربنا أعطنا صبرا، أفرغ، املأنا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ولهذا لم يهتموا بتهديد فرعون، وقالوا له: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فهذه نماذج: امرأة وسحرة وماشطة
تصبر وتثبت على دين الله جل وعلا. ولا زال في الحقيقة على مدار التاريخ أهل الإسلام يضربون أروع الأمثلة في الثبات على دين الله. أريد أن أختم بهذه الحقيقة. أنا سأذكر لكم طرف الحديث وأريد منكم أن ترجعوا إلى شرحه. هو شرح هو حديث هرقل مع أبي سفيان. أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم كان على الشرك، ذهب في تجارة إلى الشام، وهرقل ملك الروم علم سمع بأن نبيا خرج من العرب في أول الأمر، فبدأ وكان هرقل عالما حكيما لكن ما اختار الإسلام، لم يطعه قومه فاختار الملك على الإسلام. المهم كان يبحث عن الأخبار، فقيل له إن قوما من العرب قد جاءوا في التجارة، فناداهم وقال من زعيمكم؟ أشاروا إلى أبي سفيان، جعل أبو سفيان في المقدمة أمامه وجعل بقية الوفد خلفه وقال إني سائلك كلمات فاصدقني، وقال للذين خلفه إن لم يصدقني فأشيروا برؤوسكم حتى ما يكون ما يخافون من أبي سفيان. المهم سألوا أسئلة جميلة جدا، أسئلة تدل على عمق ذكاء هرقل وأنه حكيم، لكنه أوتي ذكاء لكن لم يؤت زكاء، أوتي الذكاء ولم يؤت الزكاء فاختار الكفر. سأل هرقل أبا سفيان عن عددهم وعن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعما يأمرهم به، لكن سأله سؤالا، هذا يدل على أن ثباتنا نحن المسلمين أمر قديم ليس حديثا، ما زلنا نضرب أروع الأمثلة في الثبات، نذهب إلى مجتمعات منحلة ومفتوحة ويباح فيها بل يحمى فيها الكفر ومع ذلك نثبت على ديننا. قال وهو يسأله أيرتد أحد منهم، هؤلاء الصحابة رضي الله عنه حينما سأل هرقل أبي سفيان كانوا يعذبون في رمضاء مكة، كانوا يعذبون، أيرتد أحد منهم بعد أن يدخل دينه سخطة لدينه كراهية لدينه؟ قال لا. فجلس يسأله ويسأله، ثم بدأ هرقل، والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري أرجو أن ترجعوا إليه، فجاء هرقل يفسر لماذا سأله، قال وسألتك أيرتد منهم أحد عن دينه بعد أن يدخله سخطة لدينه؟ فقلت لي لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، الإيمان إذا دخل في القلب لا يمكن أن يرحل، لا يمكن، إذا كان الإيمان صادقا لا يذوق أحد طعم الإسلام ويرتد إلا إنسان من أول ما دخل وعنده إيش؟ عنده دخل، عنده شك، عنده ريب، ليس عنده يقين واطمئنان وجزم صادق. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات مهمة جدا تدل على رسوخ الإيمان، ومن ضمنها قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وهكذا حال المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزيغ والانحراف. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم حافظا وأمينا وناصرا ومعينا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.